هذا كان كل ما في مقالي ومقاله، وبقي الكثير في الغربال ولا احتفال قبل الحفلة. الزمالك والرجاء تقرر تأجيلهم لواحد نوفمبر. المباراة النهائية هتكون 6 نوفمبر، وده عمل جدل كبير هنستعرضه مع حضراتكم. لكن خلينا الأول ليلة المباراة. بكرة الأهلي والوداد إن شاء الله تعالى في 9 مساء. الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني اختار ال 22 لاعب يا باشمهندس اللي دلوقتي موجودين في المعسكر. الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي، أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وجيرالدو داكوستا، أحمد الشيخ، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد أفشة، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، وفي الهجوم جونيور أجايي ومروان محسن وأليو باجي. عندك تعقيب على عندك القوة المتاحة؟ القوة المتاحة، واعتقد ان في تكامل دلوقتي يعني. طيب